السلام عليكم. قبل يا أصدقاء 6 أشهر قلت لكم عن محاكي سيتم إطلاقه باسم أنت ستيشن 3، يعني محاكي للبلاي ستيشن 3. الكثير قال يا مراد أنت كاذب، يا مراد فقدت المصداقية الخاصة بقناتك وبلا بلا بلا. فعلى العموم يا أصدقاء، ها نحن الآن مع هذا المحاكي مع الشرح بالطبع، فكل التفاصيل معنا في هذا المقطع، فتابع معي هذا المقطع من الأول للأخير. ولكي لا نطيل عليكم لا تنسى الصلاه على حبيبنا رسول الله، وهيا بنا الى هذا المقطع الخرافي. يا اصدقاء على السريع، فكل ما ستحتاج اليه الى 3 هذه الاشياء الذي تراها. فاول شيء تقوم بعمل انستال لكلا هذين، ومن بعد تترك، من الافضل ان تضعه على مجلد واحد. وهيا ننتقل الى داخل هذا المحاكي الان، فسنضغط هنا. هذا هو المحاكي من الداخل، فعلى العموم سنشرحه لكم الان. سنضغط هنا على اوكي، وهنا على السماح. هنا سيقول لنا اضافة الاوبي بي الخاص به، فنضغط هنا يا اصدقاء من اجل اضافته. هو ذاك الملف الذي اريناكم فيه في الاول. نضغط هنا يا اصدقاء ونقوم باضافته، فكما تشاهدون معنا نذهب الى هنا. ها هو يا اصدقاء، سنقوم باضافته وسننتظر حتى يتم اكتمال يا اصدقاء الستارت. فعلى العموم فكما تشاهدون معنا الان، وكما قلت لكم يعني يجب عليك حتى هذا هو الاند ستيشن، وهذا يا اصدقاء حتى هو يجب عليك ان يكون متوفر عندك. ها هو هذا يا اصدقاء. الان ماذا علينا فعله؟ فعلى العموم يا اصدقاء، بالنسبه الكثير سيتساءل عن المواصفات الخاصة بهذا المحاكي. هذا المحاكي أصدقاء إلى حد الآن يشتغل على المعالجات القوية فقط والحديثة، وبالأخص معالجات سناب دراجون. هذا هو أول شيء يا أصدقاء. أيضا فعلى العموم سندخل إليه، مثلا سنضغط هنا على ها هي الآن فكما تشاهدون RPCS3. ها هو سيدخل معنا فكما تشاهدون معنا. كما قلت لكم يا أصدقاء، ها هو سنضغط هنا، ها هو يا أصدقاء. فعلى العموم كما قلت لكم عندما تدخل إليه، نعم عفوا، نقوم بقلب الشاشة، نقوم ب ماذا فعلنا، نقوم بوضعه على هذا الشكل ونقوم بقلبه فكما تشاهدون. ليست كبيرة. على العموم يا أصدقاء، ها هو المحاكي من الداخل. كما قلنا لكم يعني يتطلب أجهزة قوية. هنا من داخل المحاكي يمكنك عمل أي شيء، فمثلا إضافة الألعاب. فأنا هذا المقطع عبارة عن شرح فقط، وإن شاء الله في مقطع آخر سنحاول أن نجرب لكم بعض من الألعاب عليه. الألعاب وهو أول إصدار له بالطبع، فهو ما زال بيتا. هنا يا أصدقاء الخيارات الخاصة بالمحاكي، هنا على ما أعتقد هذا الخيار فكما تشاهدون معنا. مثلا يمكنك أن تضغط هنا أو تضغط هنا على هذا الشكل، وعلى هذا الشكل هذا الخيار على ما أعتقد السرعة. هنا يا أصدقاء الفول سكرين، يعني إذا كنت تريد أن تضعه على شاشة كاملة. هنا يا أصدقاء الأوبن، يعني بوت جيم عندما سنضغط عليه. هنا يا أصدقاء فكما تشاهدون، هيا سنقوم بالرجوع. عندما تضغط هنا على أوبن يمكنك على ما أعتقد اختيار الألعاب، أو أنت يمكنك اختيارها من هنا. ها هي فايل، هنا عندما تضغط على فايل ها هي Add Games من أجل إضافة الألعاب، ويمكنك أن تدخل إلى الواجهة الخاصة بالهاتف الخاص بك عن طريق الضغط هنا Computer. تضغط هنا تدخل إلى SD Card فكما تشاهدون معنا. هنا تظهر لك الملفات المتواجدة في هاتفك، مثلا عندما تقوم بإدخال أي لعبة تجدها هنا في الملف الذي وضعته، وهو غالبا يكون الداونلود كما عندي أنا فكما تشاهدون معنا. عندما تدخل إليه ومثلا اللعبة هنا، تقوم بالضغط هنا على اختيار،
وتظهر لك اللعبة ويمكنك الاستمتاع بها. وأيضا هناك تحكم خاص به، مثلا الكونفيج، هذا يا أصدقاء هو الإعدادات الخاصة بالمحاكي. بالطبع يا صديقي المحاكي أول إصدار له وقوي جدا، تخيل معي أن هذا المحاكي أقوى من محاكي البي سي. تخيل، هل تعتقد يا صديقي محاكي بلاي ستيشن 3 على الأندرويد؟ فهذا شيء عملاق، يعني شيء رهيب. تخيل معي المحاكي بلاي ستيشن 3 على البي سي وعلى البي سي جيمر، ويكون في بعض الأحيان يعني ضروري تواجه بعض، كمثلا لا يمكنك تشغيله على الجرافيكس المطلوب. وأما بالأندرويد، رغم أن الأندرويد صراحة هناك تطور كبير في المعالجات وكل الأشياء، مثلا أنا لدي معالج سناب دراجون 8 الجيل الأول، هناك الجيل الثاني، وهنا آخر معالج سناب دراجون وهو الجيل الثالث، يعني من لدي هذه المعالجات الثلاث حتى 888، يعني جميع معالجات سناب دراجون من 800 وفوق، فالأفضل صراحة. وحتى المعالجات الأخرى هيليو وميديا تيك، يعني على حسب الهاتف الخاص بك وعلى حسب قوة المعالج لذاك الإصدار. مثلا هيليو كلما كان معالج يعني حديث وقوي كلما كان أفضل. سناب دراجون أيضا، الإكزينوس أيضا الخاص بالسامسونج، الميديا تيك، المال، يعني كل الأشياء، فكما تشاهدون على حسب. وأيضا يا أصدقاء الألعاب الخاصة بالبلاي ستيشن 3 فهي حجمها كبير جدا، هذا لتعرفه يا صديقي، أحجام كبيرة جدا. هذا هو الخيارات الخاصة بالمحاكي، هنا المعالج، هنا أيضا فكما تشاهدون مثلا هنا تختار الأوبنج جي إل أو الفولكان فكما تشاهدون، هنا الجودة الذي تريد أن تلعب داخل هذا المحاكي الفول اتش دي، من الأفضل أن تكون جودة قليلة جدا أو تتركها كما هي. هنا على ما اعتقد هنا الريزوليشن، يعني من الافضل ان تتركها ايضا 100%. هنا يعني الشاشة الخاصة بالمحاكي، هل تريدها كاملة في الهاتف ام لا. هنا يا اصدقاء ايضا الشاشة، هنا هذه الاشياء، هنا اوتوماتيك، هنا هذا مثلا يمكنك اختيار في 8، هنا ايضا اوتو، تتركها أوتو على حسب، وهنا يمكنك اختيار، يعني عندما تلعب فكل لاعب عندما تدخل إليه. هنا ماذا هذا الشيء؟ هنا الأوديو يعني الصوت، هنا السيستم، هنا مثلا لغة المحاكي، ها هي يا أصدقاء، صراحة خيارات متعددة جدا. فعلى العموم إن شاء الله في مقاطع أخرى سنتطرق لكم بشرح كامل. هنا يا أصدقاء الجيجا هيرتز، هنا المحاكي، يعني الأشياء الخاصة بالمحاكي، مثلا هنا تأتي تقوم باختيار الليفل الذي أنت تريده هنا على هذا الشكل، وعندما تقوم بعمل هذه الأشياء تضغط على سيف، وبعدها يا أصدقاء هنا الكونفيج الذي دخلنا إليه، هنا الفول سكرين، هنا ستارت مثلا إذا كنت تريد أن تلعب للعبة، أين هو الكونفيج الخاص بالتحكم أيضا، ها هي يا أصدقاء، مثلا يمكنك أن تلعب عن طريق التحكم الخاص بهاتفك أم تحكم عادي، على ما أعتقد هذا فقط الخيارات الخاصة بالتحكم. هنا هذا الشيء هنا فكما تشاهدون معنا. على العموم يا أصدقاء إن شاء الله في مقطع آخر سنتطرق لكم بشكل كامل عن هذا المحاكي، فصراحة شيء رهيب جدا، أول إصدار له، فإن كان هناك أي جديد فعلى العموم سنجرب فيها الألعاب، انتظرونا في مقاطع أخرى مفصلة عن هذا المحاكي. فكان هذا هو المقطع الخاص بنا، فدمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.